دونك على بركة الله غندوزو ليكزومبل نيميرو 2 في دراسة التقاعر المنحنى. الوغ أول حاجة قلنا نحسبو اف بريم دو اكس، دونك عندي تماك راه ديريفابل سور ار اف اي ديريفابل سور ار صافي اي بوغ توت اكس دو ار، ولي كل اكس من ار اف قابلة قابلة للاشتقاق على R ولكل X من R ولكل X من R. دونك غنحسبو F بريم دو X في المرة الأولى، يعني هي X زائد واحد على جذر X مربع زائد واحد بريم، دونك تساوي هي X بريم زائد واحد على جذر اكس مربع زائد واحد بريم، دونك غتعطيني هي واحد زائد. غنعطيكم واحد الطريقه ديال الاشتقاق فاش يكون عندكم واحد على اف. ديجا شرت ليها التلاميذ المفاجئين في الاشتقاق، ملي تكون عندنا واحد على اف بريم كتعطيني ناقص، فوق كنديرو اف بريم ولتحت اف او كاري، يعني هنا غادي تولي عندي واحد ناقص ندير بين قوسين. الفوق غتعطيني اف بريم يعني اكس مربع زائد واحد بريم، بحال تنشدو المقام تنحطو الفوق اف بريم على اف كاري، واحد ناقص كنديرو على جذر اكس مربع زائد واحد، وهنا كنديرو الكاري الفوق البريم وتحت الكاري، يعني غتعطينا هي واحد زائد زائد مع ناقص البلوس مع الموان، البلوس مع الموان اللي كاين هنا غتولي موان. تبع معايا الله يرضي عليك، انا خاصني شويه لاسباس، دونك تساوي يعني غتبقى عندي واحد ناقص دابا الفوق لتحت غيمشي الكاري مع الغاسين، غتبقى هي اكس وكاري زائد واحد. هاد الدالة هادي راه ما فيها حتى مشكل لان اكس وكاري زائد واحد ديجا موجب قطعا. دونك الفوق عندنا هنا جذر اكس مربع زائد واحد بريم، خاصني نطبق القاعدة ديال الجذر اللي كتقول لي هي اكس مربع زائد واحد بريم على جوج جذر اكس مربع زائد واحد، دونك هذا هو الشقاق الجذر المربع. دونك غتكون عندي تساوي، داكشي راه ضروري ما يمكنش التلميذ يخدم هادشي هذا بلا قواعد الاشتقاق، جميع قواعد الاشتقاق، اشتقاق اكس مربع هو جوج اكس واشتقاق واحد هو صفر، دونك غتبقى هي اثنان اكس على اثنان جذر اكس مربع زائد واحد، نزول جوج مع جوج الكل مقسوم على اكس مربع زائد واحد يساوي واحد ناقص، دونك الفوق غتبقى عندنا اكس على جذر اكس مربع زائد واحد والكل مقسوم على اكس مربع زائد واحد. دونك هنا بحال غنضرب في مقلوب الكسر، يعني الا كانت عندي ا على بي الكل على سي كتبقى ا على بي، بحال ها انتم هي واحد ناقص خلي ا على بي اكس على جذر اكس مربع زائد واحد، وضرب في مقلوب ديال هذا الكسر هذا اللي كاين هنا، هذا خلي هادو بجوج وهادو قلبهم، يعني غتولي واحد على اكس مربع زائد واحد بين قوسين، يعني غيولي عندي التعبير هو واحد ناقص اكس في واحد هو اكس اكس مربع سبقه هي الاولى زائد واحد باش تبقى الكتبه زوينه، اكس مربع زائد واحد. هنا يعني وياك تمشي توحد المقام، انت بغيتي دير الشقاق الثاني خلي واحد بوحدو باش الا درتي ليه الشقاق الثاني تلقى زيرو، دونك ما ديرش ما تمشيش تخربقها. هنا ديجا اف بريم، الدالة اف بريم قابلة حتى هي خاصها تكون ديريفابل للاشتقاق على اخ ولكل اكس من اخ. المشتقة الثانية اف سكوند دو اكس تساوي هو اشتقاق التعبير اللي كاين هنا، واحد ناقص اكس على اكس مربع زائد واحد جذر اكس مربع زائد واحد بريم، اشتقاق واحد صفر غتبقى ناقص خلي ليا ناقص. هنا غنديرو الاشتقاق على هذا، دونك هي اكس غتبقى هي اكس اكس مربع زائد واحد عامل لجذر اكس مربع زائد واحد هنا بريم، دونك تساوي ناقص. الوغ اشتقاق دالة على دالة، الدالة اللي كاينة في البسط هي اكس، دونك غنديرو هو اكس بريم ها للتوضيح،
ونضربوها في المقام، يعني عامل لي اكس مربع زائد واحد جذر اكس مربع زائد واحد. من بعد منو كنديرو ناقص. علاش ناقص؟ لان عندي دالة على دالة، اكس غادا تبقى كيف ما هي، وغادي نديرو الاشتقاق للمقام، يعني اكس مربع زائد واحد في جذر اكس مربع زائد واحد هو اللي غادي ندير ليه الاشتقاق، ومقسومة على المقام مربع، يعني على اكس مربع زائد واحد جذر اكس مربع زائد واحد لكل استثنان. شفتي هاد الشيء هذا شحال فيه؟ راه فيه خاص الواحد يكون رد البال، يساوي ناقص. انا نقدر نغلط دابا غير بمسألة ديال التركيز، يعني خاصكم تكونوا ضابطين الامور. اكس بريم هي واحد، غتبقى اكس مربع زائد واحد جذر اكس مربع زائد واحد ناقص اكس عامل. بون هنا طبعا عندنا اشتقاق، وين هنا؟ دونك من الاحسن رجع عاوتاني للطابلو. دونك نرجعو للطابلو ونخدم. يساوي ناقص، وغنجبد هذا اشتقاق اكس قلنا هو واحد، دونك غتبقى غير اكس مربع زائد واحد في جذر اكس مربع زائد واحد، لان اشتقاق اكس هو واحد خاصو يتحايد. ناقص اكس، غنخلي ناقص اكس اللي كاين هنا عامل. هنا عندنا دالة في دالة مع الاشتقاق، فرق عاوتاني نوزع، يعني غتولي اكس مربع زائد واحد جذر اكس مربع زائد واحد زائد اكس مربع زائد واحد جذر اكس مربع زائد واحد. المرة الأولى بريم هنا، والمرة الثانية بريم هنا، دلالة دلالة هنا. طبعا خليها دابا بحال هكا ماشي مشكل. اكس مربع زائد واحد عامل لجذر اكس مربع زائد واحد لكل استثنان. الا بغيتي تنسر تقول لي ندير المربع هنا وندير المربع هنا، ما غتستافد والو، خليه بوزيتيف موجب قطعا تهنيتي منه. غدرس الاشاره هاي ديال الفوق. هنا عندنا اكس مربع زائد واحد جذر اكس مربع زائد واحد ناقص اكس عامل، اشتقاق اكس مربع هو جوج اكس، اشتقاق واحد صفر، وغيبقى عندي جذر اكس مربع زائد واحد. دونك عندنا هنا زائد اكس مربع زائد واحد غتبقى كيف ما هي في اشتقاق جذر اكس مربع زائد واحد. دونك عندنا اكس مربع زائد غادي يبقى اشتقاق الجذر راه هو جوج اكس على جوج جذر اكس مربع زائد واحد، وغنزول دو مع دو، الكل مقسوم على اكس مربع زائد واحد عامل لجذر اكس مربع زائد واحد. دونك الكل استثنان يساوي ناقص، يعني كلشي مبني غير على الاشتقاق، وخاصك تكون تميتريزي الحساب مزيان. دونك غنديرو توحيد المقام، توحيد المقام واخ. دونك هنا توحيد المقام، نوحدو المقام هنا. هذا ديجا هنا شي، الا كانت عندك اكس مربع زائد واحد في اكس راه تقدر تجمعهم في بسط واحد، راه نفس التعبير. زعما خليها بحال هكا، اكس في اكس مربع زائد واحد على جذر اكس مربع زائد واحد. دونك هذا جو بونس كانت اكس مربع زائد واحد مضروبه في اكس على جذر مربع اكس مربع زائد واحد. دونك كاين بزاف ديال الطرق كيفاش نقدروا نخدموا هذا التعبير هذا. الا ما بغيناش نديروا توحيد المقام، غنزيد نبسط هنا، غتبقى ناقص اكس مربع، غنيفيتي توحيد المقام هنا، اكس مربع زائد واحد ناقص اكس عامل لجوج اكس جذر اكس مربع زائد واحد. يعني تلميذي العزيز خاصك تكون مشلخ الحساب وتترين على هادشي، اكس جذر اكس مربع زائد واحد، غنسد القوس. شتي هاد التعبير هذا، اكس في اكس مربع زائد واحد على جذر اكس مربع زائد واحد عطاني هنا. ركز معايا هنا، نهزو هادي نهزو هنا، اكس مربع زائد واحد على جذر اكس مربع زائد واحد راه تساوي بحال هادي جوج ديال المرات، هي جذر اكس مربع زائد واحد في جذر اكس مربع زائد واحد على جذر اكس مربع زائد واحد. كيفاش استاذ دزتي من هنا لهنا؟
الجذر مع الجذر غيمشي بجوج بهم وغتبقى اكس مربع زائد واحد هي اللي غادي تبقى بحال اللي كنا قلنا قبيله اكس تساوي جذر اكس جذر اكس راه بحالها اكس مربع زائد واحد زدت ليه الجذور جوج المرات فاش غنشطب على هادو غيبقى هو جذر اكس مربع زائد واحد هو اللي خليت انا باش ما نديرش واحد المقام اكس مربع زائد واحد عامل لجذر اكس مربع زائد واحد الكل استثنان دونك هنا غادي نمشيو غادي نكملو عاود هادشي كامل باش ندرسو لا كونكافيتي يعني هادشي بيان سور كتكون انت ديجا حاسب الشقاق الاول ماشي غير كتجي وكتبدا في الكونكافيتي ديجا كتكون حاسب الشقاق الاول قبل من التقاعر راه كتكون حاسب الشقاق الاول يعني هادشي هذا غادي تكون بناء على المشتقة الاولى اللي ما خاصكش تكون غالط فيها ناقص شوف معايا هنا كاين جذر اكس مربع زائد واحد هنا كاين جذر اكس مربع زائد واحد هنا كاين جذر اكس مربع زائد واحد نقدر ناخذو كعامل مشترك يعني نقدروا ناخذو هي جذر اكس مربع زائد واحد خذ هذا غيبقى هنا اكس مربع زائد واحد هنا عندنا واحد ناقص اكس وغتبقى عامل هذا راه عملت به هذا هنا هذا عامل مشترك وهذا عامل مشترك وهذا عامل مشترك دونك نساهم غتبقى ناقص اكس فتح قوس جوج اكس وهنا غتبقى زائد اكس وسد القوس على اكس مربع زائد واحد عامل لي جذر واحد ناقص ولا زائد اكس مربع والكل اس اثنان دونك تساوي هي ناقص جذر اكس مربع زائد واحد عامل اكس مربع زائد واحد ناقص اكس في جوج اكس هي جوج اكس مربع ناقص اكس زائد اكس هي ناقص اكس مربع ناقص اكس مربع ياك عندنا هنا جوج اكس فوالا دونك كنا نحسبوها في الاول ماشي مشكل جوج اكس زائد اكس راه هي هذه هنا باش نسهلوا علينا الحساب راه هي 3 اكس و 3 اكس لا ضربناها في ناقص اكس غتعطينا هي ناقص 3 اكس او كاري هنا ديجا راه عندنا واحد الواحد على اكس مربع زائد واحد عامل لجذر واحد زائد اكس مربع والكل عندنا هنا اس 2 دونك عندنا هنا واحد ناقص 3 هي ناقص 2 يعني غتكون ناقص جذر اكس مربع زائد واحد عامل اكس مربع ناقص 3 اكس مربع هي 4 عفوا هي 2 اكس مربع واحد ناقص 3 اكس مربع هي ناقص 2 اكس مربع وهنا عندنا زائد واحد هاو والكل مقسوم على اكس مربع زائد واحد عامل لجذر واحد زائد اكس مربع الكل اس 2 دونك انا ما انا بقيت تنزيد في هذه البارونتيز بلاش فوالا دونك الله يرضي عليك هذا الناقص هذه اللي كاينه انا دخلوا العدد هذا هنا بحال نشرو هنا نشرو هنا اش غتولي عندنا غتولي هي جذر اكس مربع زائد واحد عامل الموان مع الموان غتولي هي جوج اكس مربع ناقص الموان مع البلوس غتولي ناقص واحد الكل مقسوم على اكس مربع زائد واحد بين قوسين جذر اكس مربع زائد واحد الكل اس 2 دونك دابا وصلنا لتعبير المشتقه ما بقى ديما نبسط فيه نخليه بحال هكا غندرس عليها هكا هادشي اللي كاين هنا موجب طبعا وهذا اللي كاين هنا فهو كذلك موجب اذا تيبقى عندي السؤال على جوج اكس مربع ناقص واحد هي اللي ما غنعرفش حيت هنا كاينه ناقص بينات ما غنعرفش واش موجب ولا سالب دونك غندير هنا اشاره اف سكوند هي جو اكس هي اشارته جوج اكس مربع ناقص واحد الله يرضى عليكم اللي ديتكت شي خطا في الحساب يتواصل معايا ويقولها لي اذا دونك هنا بيان سور لو سين دو اف سكوند دو اكس اي
celui de 2x au carré moins 1. يعني غنحلوا المعادلة دابا f سكوند دي x تساوي 0 كيما هذا كيما جرات العادة دائما يكافي f سكوند يعني جوج x مربع ناقص 1 كيما دائما يساوي 0 يكافئ ان هنا الله يرضي عليكم ملي كيكون عندنا x مربع بوحدو ما كاينش x كنديروا التعميد متطابقة هامة كنجيو لهاد جوج كنرجعوا هي جذر جوج x الكل استثنان بحال ناقص 1 استثنان صافي دونك هنا ولا نعطيكم طريقة أخرى كاع نتوما باش تجيكم سهلة دونك فاش يكون عندنا غير x مربع بوحدو سهلة جوج x مربع يساوي 1 يكافئ أن x مربع يساوي 1 على جوج يكافئ أن جذر x مربع يساوي جذر مربع 1 على جوج يكافئ أن فاش غنحيدو المربع مع الجذر المربع نحصل على القيمة المطلقة هادي راه شارحين شحال من مرة لجذر مربع واحد على جوج والقيمة المطلقة غادي تعطينا جوج ديال الحلول يا إما إكس يساوي ناقص واحد على جذر جوج جذر واحد راه هو واحد أو يعني أو إكس يساوي واحد على جذر مربع جوج يكافئ أن هنا واحد الطريقة كنا كنديروها في الثالثة إعدادي المرافق أو إكس يساوي جذر مربع جوج على جوج كدرنا إذا كان عندي واحد على جذر جوج عندي الحق عندي الحق عندي الحق عندي الحق نضرب الفوق في جذر جوج التحت في جذر جوج وهذا هو المرافق جذر جوج في جذر جوج هو جوج واحد في جذر جوج هي جذر مربع اثنان بيان سور التلميذ اللي وصل معايا حتى لهنا فأكيد ما غادي يكون فاهم هادشي راه ما يمكنش يوصل معايا شي واحد حتى لهنا وهو ما فاهمش دونك لقينا الحلول جوج ديال النقط انعطاف دونك الطابلو دو كونكافي اللي غيكون على الشكل التالي اكس موان لانفيني بلوس لانفيني ناقص جذر جوج على جوج وجذر مربع جوج على جوج هنا غيكون عندنا تقاعر سي دو اف هنا غيكون عندنا اف سكوند دو اكس هنا غادي يعطينا زيرو وهنا غيعطينا زيرو A موجب هو جوج A موجب هو جوج A موجب هو جوج ها فين كنشوف A A موجب إذا هنا على برا موجب موجب والوسط العكس سالي دونك هنا غيكون كيشوف الفوق هنا غيكون كيشوف التحت وهنا غيكون كيشوف الفوق وهادي جوج ديال النقط ديال الانعطاف هادي جوج ديال النقط ديال الانعطاف حيت راه هو موجب سالب موجب يعني كيتغيروا الاشارات دونك غيبقى لي نقطة الانعطاف البوان دانفليكسيون هو نقطة الانعطاف هو هذا اللي كاين هنا هنايا شنو غيكون نقطة الانعطاف راه هي ناقص جذر جوج على جوج والصورة ديالها وهي جذر جوج على جوج والصورة ديالها دونك غنحسب انا اف اللي ناقص جذر مربع اثنان على اثنان تساوي في الدالة اف نرجع نشوف الدالة دونك الدالة كانت هي اكس زائد واحد على جذر اكس مربع زائد واحد يعني خذ كالكولاتريس ديالك وحسبها بالكالكولاتريس الى كان ممكن باش ما نتعطلش دونك عندنا شحال قلنا ناقص جذر مربع جوج على جوج زائد واحد على جذر مربع دونك عندنا اكس مربع هي جذر مربع اثنان على اثنان ديرو تاتوما لوبيغاسيون في الكالكولاتريس عندكم قارنوها مع النتيجة عندي كاري زائد واحد وأكون حسبتها كون تهنيت
دونك غيكون عندكم واحد العدد طويل هو جوج جذر مربع 6. المهم هنا بيان سور غيكون عندنا دو بوان هنايا باش بلا ما تاخروا فيهم، غيكون عندنا جوج ديال لي بوان. مثلا ا هي ناقص جذر جوج على جوج، و اف لي ناقص جوج جذر جوج على جوج. هنا غيكون عندنا البوان الثاني هو بي زائد جذر مربع 2 على 2، وصورته كذلك هي اف لجذر مربع 2 على 2. دونك هذا كانوا هما النقاط اللي غيكونوا عندي هنا، مابقاش عندي فين نكتب. وبيان سور الداله اف تقبل نقطتي انعطاف هما ا و بي، لانها تغير تنعدم وتغير اشارتها في ناقص جذر 2 على 2، تنعدم وتغير اشارتها كذلك في جذر مربع 2 على 2. ومنه فان الداله اف تقبل لان المشتقه الثانيه، طبعا المشتقه الثانيه قلنا تنعدم وتغير اشارتها، تنعدم وتغير اشارتها، دونك سانيول ايشونس دو سين. فوالا هذا بالنسبه للمثال رقم 2، اللهم يسر ونتمنى لكم التوفيق يا رب. صافي شويه.